لكل الزملكاويه، لكل الزملكاوي بيتفرج عليا، الزمالك يا رجاله هو اكثر الانديه الافريقيه تتويجا بالبطولات في نهايه الالفيه الثانيه. آراء حادة وردود أكثر حدة جعلت خالد الغندور مثيرا للجدل في الإعلام الرياضي عبر برامجه خلال السنوات الأخيرة. ارتبطت آراء الغندور دائما بالاختلاف الكبير في وجهات النظر مع جماهير الأهلي، وهو ما ظهر خلال تناوله للعديد من القضايا على رأسها أزمة نادي القرن. الزمالك سيبقى وسيظل هو الأكثر تتويجا في نهاية الألفية الثانية، وإن شاء الله الزمالك هيحتفل بالأكثر تتويجا في نهاية الألفية الثانية، والزمالك أيضا هيحتفل بنادي القرن الحقيقي الأيام اللي جاية. قائد الزمالك السابق دخل خلافات كثيرة مع نجوم الأهلي السابقين نتيجة تباين وجهات النظر تجاه عدد من قضايا كرة القدم، ولم يقتصر الأمر خلال فترة وجوده في قناة الزمالك فقط. الغندور دخل في خلافات كثيرة مع جماهير الأحمر التي لم تتوقف عن انتقاده فيما يخص حديثه عن القلعة الحمراء، رغم إعلانه أكثر من مرة فتح صفحة جديدة مع الجميع، وهو ما اعتبره الجمهور تناقضا في مواقفه وآرائه. في النهاية خالد الغندور أحد نجوم الزمالك التاريخيين والإعلاميين المؤثرين، ترى كيف يفسر آراءه وتصريحاته.